السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي وسادتي المشاهدين الكرام، يا من الآن تتسمرون على شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام وأنتم في هذه اللحظات من سحر شهر رمضان الكريم. تماما فيما إذا لم نفهم على أن جزء من فلسفة شهر رمضان على أننا نتعلم وعلى أننا نهيئ أنفسنا لما بعد شهر رمضان. عندما نأتي إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نجد على أن الصبر إنما هو محتوى مهم من حياته التي ننتظرها باعتبارنا أننا نعرض أنفسنا على أننا مقاتلون، على أننا جند، على أننا منتظرون لإمام زماننا. Uh-huh.